Radio. Mief Mief Boost. سلام معكم لمياء بحر الدين. خلال فترة ديال حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، عدد كبير من المقاولات طلبوا من المستخدمين ديالهم باش يشتغلوا من الدار في إطار التدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا. ودابا مع الرفع التدريجي للحجر الصحي، بداوا الأجراء كيرجعوا لمقرات العمل ديالهم بعد حوالي 3 شهور من العمل من الدار. وهذه المسألة فيها بعض الصعوبة، كيفاش يمكن نرجعوا للريزم ديال الاشتغال من مقرات العمل؟ هشام رشيد المدير الجهوي لمؤسسة التمكين في جهة الدار بيضاء ستات غادي يجاوبنا على هذا السؤال. من الخدمة في البيرو إلى الخدمة في الدار، ثم عاوتاني من الخدمة للدار، الخدمة في البيرو، من بعد الكونفينمون. الكونفينمون الحجر الصحي فرض علينا مختلف الوظائف ديالنا، فرض علينا نخدمو في المنزل ديالنا، سكون أبل لو تيلي ترافاي. واش هادشي غادي كيفاش غادي نعاودو نرجعو الريتم ديال حياتنا العملية والأسرية؟ بطبيعة الحال غيكون واحد تغيير كبير، لأن هاد المدة اللي استغرقناها في الحجر الصحي خلاتنا نعيدوا النظر ديالنا في سلوكاتنا المهنية، سلوكاتنا الاجتماعية، تغيرت بزاف في حياتنا. كما تيقولك المثال، دخول الحمام ماشي بحال خروجه. بطبيعة الحال العودة إلى العمل في المكتب ما غاديش تكون بنفس الصيغة اللي كنا فيها قبل الحجر، ما غاتكون بنفس الطريقة، تبدلات الامور بزاف. وكما نعاودو نرجعو لهذا المثال، تدخل الحمام ماشي بحال خروجه. وبالفعل انا تنشوف نكون استاذ ولا نكون موظف ولا نكون ممثل تجاري ولا نكون ممثل قانوني، اكيد ما بغا تكون الصفه ديالي المهنيه. الحجر الصحي لزم عليا انني نعيد النظر في مهاراتي المهنيه. العمل عن بعد لو تيلي ترافاي ولا فارض نفسه بحده، مع او بدون حجر عفارض نفسه بحده. والحمد لله انني لقيت في مؤسسه تمكين، لقيت فضاء العمل ورك بليس اللي مكنني انني نعقد اجتماعات ولقاءات وتنسيق مع الزملاء ديالي. هذا ما ارى من بعد الكونفينمون. نتمنى ان الحجر الصحي هذه الجائحه هذه تفوتنا وتوقرنا، ولكن ما غاديش نرجعوا كيف ما كنا من قبل. العمل عن بعد لو تيلي ترافاي طارح نفسه بالالحاح، وهي مهارات، سون دي كومبيتونس، مهارات وتقنيات اللي خصنا ملزمين نطوروها. الاستاذ هشام رشيد شكرا لك. 100% بوست على اذاعه إيت راديو.